رسالة إماراتية بالالتزام الطويل الأمد والمستمر تجاه الشعب الفلسطيني، هذا ما أكده وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في ختام زيارته لواشنطن بعد لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو وعددا من قادة وأعضاء الكونغرس، ووسط توالي ردود الفعل المرحبة بتوقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والمؤكدة على تاريخيتها وأهميتها، شدد الشيخ عبدالله بن زايد على أن المعاهدة تسهم في إيجاد طاقة جديدة إيجابية للتغيير في أرجاء منطقة الشرق الأوسط. نناقش تطورات الملف معنا من المنامة عضو مجلس النواب السابق والأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية جمال بو حسن، ومن واشنطن كبيرة الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات فارشا كوديفايور. أهلا بكما إلى هذا الحوار. أستاذ جمال، من الرسائل الأهم اللي أطلقت اليوم بعد ختام الفعاليات في واشنطن بعد توقيع المعاهدة، معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، موقف لافت للشيخ عبدالله يقول فيه أن الإمارات ملتزمة ومستمرة بالتزامها تجاه القضية الفلسطينية. ما أهمية الانطلاق أستاذ جمال من هذه النقطة بالذات، من هذا الهدف لتعزيز الاستقرار في المنطقة؟ أولا أمسي عليك بالخير وعلى ضيوفك وعلى المشاهدين الكرام، وأشكركم لإتاحتكم الفرصة لي للحديث من خلال برنامجكم غرفة الأخبار. طبعا سمو الشيخ عبد الله بن زايد أكد المؤكد في الحقيقة، لأن دعم الإمارات للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني كان ولا زال وسيستمر بطبيعة الحال، وهذا التأكيد اليوم الذي أرسل رسائل إيجابية للعالم ككل وللشعب الفلسطيني على وجه الخصوص بأن الإمارات ملتزمة كما كانت ملتزمة من قبل وستظل ملتزمة بأن تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الشعب الفلسطيني الشقيق. فبالتالي أعتقد كل المشككين وكل الانتهازيين وكل الذين يتصيدون في الماء العكر، أعتقد بأن سمو الشيخ عبد الله بن زايد وضع حد لهؤلاء وقطع في الحقيقة قطع يدهم وقطع لسانهم برسالته الواضحة في الحقيقة والمباشرة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة بالرغم من توقيعها لهذه الاتفاقية ولكنها لم ولن تتخلى عن التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الكل راهن من الأعداء ومن المتربصين ومن المتصيدين في الماء العكر بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستتخلى أو تخلت أو طعنت أو باعت القضية الفلسطينية، ولكن أعتقد بأن هذه الرسالة في الحقيقة التي أثلجت صدور المحبين للعرب وللمسلمين ولدولة الإمارات العربية المتحدة بأن دولة الإمارات المتحدة هي صاحبة المواقف الثابتة وصاحبة المواقف الكبيرة تجاه القضية الفلسطينية والمدافعة في الحقيقة عن الشعب الفلسطيني وعن القضية الفلسطينية. وما هذه الاتفاقية التي تم توقيعها يوم 15 يوم الثلاثاء الماضي ما هي إلا حق سيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا تبادل بين بلدين وتفاهم بين بلدين واتفاقية بين بلدين لا يؤثر على القضية الفلسطينية ولن يؤثر على القضية الفلسطينية، عدا أنه سيؤثر بالإيجاب على القضية الفلسطينية وسيدعم عملية السلام وسيحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني من خلال هذه الاتفاقية. عظيم. أستاذة فارشا أهلا بك أيضا معنا إلى هذا الحوار. السؤال اللي نطرحه عليك وأنت في واشنطن، كيف يمكن لواشنطن أن تدعم مخرجات معاهدات السلام هذا على أن يكون بالفعل التقدم متوازن في المسارات كلها، يعني إن كان المسار الاقتصادي الثقافي وحتى السياسي؟
مساء الخير من واشنطن، وشكرا جزيلا لاستضافة اليوم. أعتقد أن هناك الكثير من الأدوار الإيجابية يمكن أن تلعبها واشنطن في دعم هذا الإنجاز التاريخي. هذه المعاهدات طبعا تحدث تغييرا كبيرا في المنطقة. إنها أنهت قرنا من النزاعات وأيضا عقودا من الأوضاع المتدهورة في المنطقة، وهذا طبعا لم ينجح في إقامة السلام في المنطقة. لذلك أعتقد أن دور واشنطن وبعقدها لهذه الاتفاقات فهذا يأتي لدفع ولتقوية الازدهار في المنطقة. طبعا الشيء ربما الأعظم الذي يمكن أن تقوم به واشنطن هو دعم تطبيق هاتين الاتفاقيتين مع الإمارات والبحرين، حتى يكون طبعا هناك تفاصيل كثيرة ينبغي أن تستكمل. الاتفاقات كما قلت واسعة جدا، وينبغي أن فيها رؤى أيضا كبيرة، وهناك اتفاقيات على العديد من القضايا مثل الاستثمارات والرحلات الجوية والسياحة وغيرها. إذا أعتقد أن هناك فرصة لواشنطن حتى تستمر في لعب دور لتشجع دولا أخرى في البحث عن السلام بتطبيق هاتين الاتفاقيتين، حتى لا نفقد الزخم ويتحقق هذا الاتفاق الإبراهيمي على الأرض. والشيء الثاني الذي يمكن أن تقوم به واشنطن، وأعتقد بأن هذا يحدث فعلا، هو أنها تشجع دولا أخرى في الشرق الأوسط بأن تتبع خطوات الإمارات والبحرين. وأعتقد أن واشنطن طبعا الأمر أمامها سهل، لأنها تريد أن يكون هناك استقرار، وأعتقد أن الدول التي تفكر في مصالحها ومصالح المنطقة يمكن أن تنظر إلى المنافع الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية من خلال عقد اتفاقات مع إسرائيل، فيمكن أن تستفيد منها أيضا. إذا أعتقد أن هذين ربما أهم أمرين ستركز واشنطن عليها جهودها في الأسابيع والأشهر المقبلة. سأعود إليك أستاذة فارشا لنتحدث عن أهمية توسيع دائرة السلام بالنسبة للولايات المتحدة، لكن أستاذ جمال نقطة مهمة يجب أيضا التطرق إليها، كيف يمكن للجانب الفلسطيني أيضا استثمار ما تم التوصل إليه حتى الساعة للدفع قدما بالحل الفلسطيني الإسرائيلي؟ أعتقد بأن هذه الاتفاقية، اتفاقية الإمارات وإسرائيل والبحرين وإسرائيل، ستعطي لعملية السلام دفعة أمامية، وستعزز من مكانة السلام في الشرق الأوسط. وأؤكد بأن دخول الفلسطينيين في عملية السلام وليس الوقوف حائط صد أمام هذه الاتفاقية، سيكون له دور في عملية السلام، وستتبلور عملية السلام لما فيه خير الشعب الفلسطيني. يعني الآن القضية الفلسطينية مضى عليها أكثر من 70 عام، ماذا جنوا الفلسطينيين غير القتل والتشريد يعني والعهات والآلام والفراق والشتات. أعتقد بأن على القادة الفلسطينيين أن ينخرطوا في عملية السلام لصالح الشعب الفلسطيني ولصالح مستقبل أبناء الشعب الفلسطيني. يجب أن يفكر القادة الفلسطينيين في أبناء الشعب الفلسطيني، في مستقبل الشعب الفلسطيني. وأعتقد بأن يعني قادة دول الخليج العربي وعلى رأسهم جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ خليفة بن زايد وسمو ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد أكدوا على أن القضية الفلسطينية هي أساس يعني توقيع الاتفاقيات والمعاهدات. فبالتالي أعتقد على أساس الفلسطينيين التفكير يعني بعين العقل والتفكير بعين الصواب في مصلحة القضية الفلسطينية. إذا لم يلحقوا بقطار عملية السلام هذه والمجال مفتوح أمامهم والكل فاتح ذراعه لعملية السلام ولاحتضان الشعب الفلسطيني واحتضان القادة الفلسطينيين في الانخراط في عملية السلام، أعتقد إذا فاتهم القطار فسيفوتون الكثير على أشقائنا وأخواننا الشعب الفلسطيني، وهذا سينعكس سلبا على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية. وأعتقد بأن التعنت الفلسطيني ليس يعني في صالح
لصالح الشعب الفلسطيني، وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة. العالم أجمع يجمع على أهمية السلام وينادي بالسلام، فبالتالي على الشعب، على قادة الفصائل الفلسطينية وعلى قادة القادة الفلسطينيين التفكير مليا في عملية السلام وانتهاز الفرص. لقد فات على الشعب الفلسطيني الفرص الكثيرة، وفي الحقيقة يعني لم تستقل الاستقلال الجيد. و أؤكد على أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي يهمهم مصلحة الشعب الفلسطيني ويهمهم وتهمهم القضية الفلسطينية أكثر من أي مكتسب أو نتاج آخر. كيف يمكن أستاذة فارشا لتوسيع دائرة السلام التي يعني تحدث عنها الرئيس ترامب أكثر من مرة منذ التوقيع وحتى يومنا هذا، أن تسهم في يعني حل هذه القضية، أن تخدم الفلسطينيين؟ هل تجعل صوتهم أقوى باعتقادك؟ أعتقد أن منافع توسيع دائرة السلام فيما يخص النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو أنها ستسمح للدول المستقرة التي تفكر في السلام في الشرق الأوسط بأن تجلس أيضا على طاولة المفاوضات وتؤثر على القيادة الفلسطينية وعلى المجتمع الفلسطيني. وكما قال ضيفك، فإن هناك طبعا شعورا بالإحباط في دول الخليج بسبب تعنت السلطة الفلسطينية ورفضها للسلام. وتوسيع السلام كما قلت، ما يمكن أن نعمله هو أن نجلب لاعبين آخرين ودولا أخرى معتدلة ويمكن أن تؤثر، وهذا سيساعد كثيرا. ربما هذه ستؤثر على الفلسطينيين وستلعب دورا إيجابيا حتى تقنع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. طبعا بمرور الوقت ربما سيكون هناك قيادة فلسطينية معتدلة ويمكن أن تكون شريكا جيدا لإسرائيل لعقد السلام، لأن هذه القيادة الآن طبعا ترفض، وهذا ما طبعا يؤدي إلى تردد الإسرائيليين في طبعا تقديم أي تنازلات. أعتقد بأن هناك طبعا مكانا للتطور وللتحسين في القيادة الفلسطينية نفسها، والآن طبعا سنرى كيف ستتصرف السلطة الفلسطينية تجاه إسرائيل. أستاذ جمال، كم المنطقة بحاجة لهذا التغيير؟ كم شباب هذه المنطقة الذين لم يعرفوا سوى الصراعات طوال الفترة الماضية بحاجة لهذا التغيير؟ طبعا الشباب يعني ينشد التغيير، والشباب اليوم يعني مطالب أو يطالب بالتغيير. يعني 70 عام التي مضت في القتل والتشريد والحروب وعدم الاستقرار، يعني أعتقد بأن يعني نحن نقول، ونحن عايشنا جزء من تلك السنوات، نقول كفى للحروب، كفى للتشريد، كفى للقتل، كفى للاضطرابات، كفى للجرحى، كفى للعاهات. نقول نريد سلام من أجل النماء، من أجل التطور، من أجل الرخاء، من أجل الاستقرار. السلام هو اسم من أسماء الله الحسنى، السلام هو بداية كل خير. فأعتقد بأن الشباب اليوم يطالب القيادات الفلسطينية ويطالب الرؤساء ويطالب القادة بضرورة عقد السلام وعقد اتفاقيات السلام من أجل استقرار المنطقة. المنطقة لم تستقر، وإذا استمرت المنطقة في الحروب أعتقد فستنهار. اليوم العالم كله يطالب، كل العالم يطالب بالسلام، وكل العالم ينظر إلى السلام. عدا منطقتنا فيها من العقليات القديمة يعني المتشددة، الغير يعني مدركة للأمور، الغير مدركة لما يعني لنتائج هذه العقلية المتأخرة وفي الحقيقة الرجعية التي تنادي بالحروب وتنادي بالقتل. أعتقد على هذه القيادات وعلى هذه العقلية أن تدرك تماما بأن العالم لن يقف مكتوف الأيدي أمام
هذه النظرة يعني الإجرامية في الحقيقة، لأنهم يرتكبون أو يقومون بعملية إجرامية في حق شعوبهم وفي حق مستقبل أبنائهم. على هؤلاء أن ينظروا إلى الشباب الذين يتوقعون من قادتهم أن ينظروا إلى مستقبلهم. يعني إلى متى هذا الجهل؟ إلى متى هذا التخلف؟ إلى متى هذا الإصرار على القتل وعلى التشريد وعلى محاربة السلام؟ أنا أستغرب من القادة الفلسطينيين. هذه فرصة لكم أن تقفوا أمام شعوبكم، أمام شعبكم، الشعب الفلسطيني الذي هو في متشرد في كل دول العالم وفي الحقيقة ويعيش مآسي كثيرة ويعيش الجوع ويعيش البرد. فكروا في هؤلاء جيدا والتحقوا بعملية السلام. هو سيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي كان قد أشار أيضا إلى أن اتفاقات إبراهيم ستؤدي إلى مستقبل أفضل للدول الثلاث وللمنطقة. من هنا نسأل سيدة فارشا معنا، ما الذي تبحث عنه واشنطن في هذه المنطقة من خلال دعم مسار السلام والاستقرار والازدهار؟ أعتقد أن واشنطن تبحث عن تقدم المنطقة وأن يكون هناك ازدهار وأن يكون هناك استقرار أكثر. طبعا هناك بوصلة في هذا الاتفاق هي بأنها مبنية على مصالح مشتركة، فهي ستمثل مثلا المعاهدة الأولى بعد 25 سنة، بعد طبعا أن بعد أن كانت قد عقدت مصر والأردن من قبل. إذا سيكون هناك تنسيق أمني وسيكون هناك الكثير أيضا من الاتفاقات التجارية والاقتصادية. إذا واشنطن تبحث عن فرصة أولا لطبعا تدخل وتدمج إسرائيل في المنطقة ولتطور أيضا الحوار بين الشعوب وبين الاقتصادات في المنطقة، وهذا ما طبعا سينمي اقتصادات المنطقة. أعتقد أن دول الخليج التي طبعا تريد أن تنوع اقتصاداتها مثلا هناك مصلحة كبيرة لها لأن تقوي علاقاتها مع إسرائيل وتتعلم منها مثلا التنويع في التكنولوجيا وربما حتى تستفيد من المؤسسات الإسرائيلية والشركات الإسرائيلية. هناك الكثير من المنافع التي طبعا هي موجودة في هذا الاتفاق، وأعتقد أن مقاربة واشنطن تجاه المنطقة هي لمحاولة تحقيق كل هذه المصالح لكل الشعوب والدول التي تريد السلام والاستقرار. وطبعا بكل تأكيد ستنتفع، فهذا الاتفاق لن ينفع إسرائيل، سينفع أيضا كل الدول التي ستدخل في هذه الاتفاقيات معها. قبل ما ننهي أستاذ جمال، إلى أي مدى هذه الاتفاقيات التي تبرم، هذه الشراكات الثنائية التي تبرم، ممكن أن تقرب وجهات النظر وأن تمهد الطريق للملفات الأكثر تعقيدا لاحقا؟ مما لا شك فيه بأن أي اتفاقية بين بلدين معناها انفتاح، معناها تشاور، معناها تفاهم، معناها انفتاح على المستقبل. فالجلوس على طاولة المفاوضات والنقاش والاجتماع بالطرف الآخر في أي اتفاقية أعتقد بأنه سيولد أو سينتج مفهوم جديد وعقلية جديدة وقرارات جديدة تصف في مصلحة أي مجتمعين متفاهمين على أي عملية، سواء عملية اقتصادية أو عملية سياسية أو عملية شبابية أو عملية حتى يعني ثقافية. فبالتالي أعتقد بأن هذه الاتفاقيات تصب في مصلحة الشعوب وفي مصلحة الأمة وفي مصلحة العالم ككل. يعني أنا أعتقد بأن اتفاقيات السلام التي وقعتها يوم الثلاثاء الماضي ستكون أو سيكون مردودها على كل الشعوب في المنطقة مردود إيجابي ومردود فيه التفاؤل الكبير، فيه انفتاح اقتصادي، فيه انفتاح سياسي، فيه انفتاح اجتماعي، يعني تبادل الزيارات وسياحي وتبادل الزيارات بين الشعوب والتفاهم بين الشعوب. أعتقد بأنه هذا سيخفف من وطأة التوترات والتشنج بين الشعوب العربية والشعب الإسرائيلي، ونحن متفائلون بهذه الاتفاقيات وننظر لها نظرة إيجابية ونظرة ثاقبة للمستقبل. العفو.
يعني للأسف اعذرني على المقاطعة أستاذ جمال، انتهى وقت لقائنا. شكرا جزيلا للمشاركة عضو مجلس النواب السابق والأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية أستاذ جمال بو حسن من المنامة، والشكر موصول لضيفتنا من واشنطن كبيرة الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات فارشا كودوفايور.